الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أيمن أهلا بك معنا دائما في برنامج منصات. تويتر سوف يعود لطرح خدمة الفيريفيكيشن أو التوثيق، ولكن السؤال هو فعليا لماذا توقفت؟ هل هي فعلا مرتبطة بمسألة السياسة والانتخابات الأمريكية كما يشاع؟ انا بشكل خلينا نغطي اساسيا التوثيق، شو الفكره من وراه وليش تويتر بتعمل. هي بثقافه تويتر هن عاملين توثيق مش وجاهه مثل ما نحن عم نفهم، يعني احنا يلي عنده هالاشاره زر الموثق نعتبره مهمه وجاهه، والناس كثير عم تحاول انه تشغل واسطه لحتى تاخذها. هن بثقافتهم كمؤسسه هذا ابدا مش هدفهم، هن هدفهم توضيح انه هيدي الحسابات المعينه ممكن يصير فيها لغط او سوء تفاهم. يعني مثلا هلا يعني حدا مثل حضرتك انت ميشيلا بالقطاع الاعلامي معروفه والناس بتعرفك، فلازم يكون على تويتر بتكون انت حسابك يكون موثق حتى ما يكون في حسابات ثانيه مثل ميشيلا او ميشيلا فانز او فيك. فمن هالجهه هي الهدف الاساسي توضيح للناس اللي بالقطاع العام الناس المعروفه ليكون عندها هالحساب واضح هذا هو مين. هلا هن من 3 سنوات وقفوا هالشغله ورجعوا هلا حكوا فيها اليوم، ومن شان هيك نحن عم نحكي سوا انا وياك. التوقيت صراحه يعني اعاده يعني طرح هذه الخدمه مباشره من بعد الانتخابات، وهنا السؤال يعني لانه كثير اتهامات كانت عم بتطال تويتر بمساله ارتباطها بالسياسه وقرارها بايقاف هذه الخاصيه، عن جد في علاقه او تنفي انت هذا الموضوع؟ هلا هي موقفين هن توثيق من 3 سنوات لهلا، يعني اذا بنحكي الحكا انتخابات من 3 سنوات لهلا، بس في ضغط اكبر هالسنه بالذات لانه في اكيد في انتخابات امريكا، وكمان لانه في بكورونا. ليش؟ لانه في كثير معلومات كثير عم ينحكى عن كورونا وعن السياسه وعن كل شيء، وفي ناس معروف حكيها، في ناس في يعني في اخبار زائفه مش واضحه. طيب أيمن أكيد اطلعت على المعايير، لأنه كان في درافت أو يعني وثيقة غير نهائية لنقل حول المعايير المتبعة من أجل التوثيق، وما حسينا أنه كتير يعني كان في تسهيلات هذه المرة، ما اختلفت كتير عن المعايير السابقة. هل فعلا رح تتشدد أكثر هذه المرة أو تتساهل تويتر بمسألة الفيريفيكيشن؟ هلا هن كمعايير يلي عملوه غير هلا ميشيلا، مش انه وسعوها وريحوها، يلي عملوه هن وضحوا اكثر شو المعايير هي، يعني بيكونوا هن واضحين اكثر كيف، يعني هن ما هدفهم يسهلوها كثير ومين ما كان يكون عنده هذا التوثيق، فهن هدفهم انه يكونوا اوضح. ليش؟ فهن اعتبروا اوضح، ليه حسنوا فيها شوي بكم شغله، بس هن هدفهم الاساسي كان هلا انه في شروط، وفي شروط اوضح لها، وحاطين هن الناس بالقطاع الاعلامي، الناس بالقطاع الطبي. هلا مثلا عاملين شيء جديد فيه انه القطاع الطبي لا شيء خاصه بكورونا، عاملين فيه شروط خاصه غير توثيق الباقي لانه هلا ظرف خاص. طيب ايمن عندي سؤال، لانه في احدى التغريدات تحدثت عن مساله السودان ومساله كيف تتعاطى ايضا تويتر مع الدول اللي عليها عقوبات، لنقل انه عاده تويتر بتحاول ترفع عن نفسها تهمه انه تسييس بعض الملفات وتدخلها بالسياسات الخارجيه وغيرها، ولكن ايضا تعاطيها مع الدول اللي عليها عقوبات على سبيل المثال السودان وسوريا وغيرها بيطرح علامات استفهام. يعني اليوم في حال رفعت العقوبات عن السودان رح ترجع تطيح هذه الخدمه بهذا البلد؟ هلا مش هلا، يعني انا بحكي مع كثير من موظفين تويتر وعندهم واضح، عندهم بحديث لهم عندهم ثقافه معينه بالمؤسسه من كذا موظف من كذا بلد، انه هن عم يشتغلوا المنصه تكون مفتوحه للجميع للكل يستعملها، ويكون في حريه تعبير. هلا اكيد في يعني بحريه التعبير في مشاكل بتجي معها وكل شيء، بس هن طريقه تفكيرهم طريقه كل شيء عم بيكون ليكون منصه مفتوحه لحتى الكل يعني يتواصلوا قد ما بيقدروا عليها، مش عم يكون عندهم ولا تفكير عم يفكروا كثير بس بالماديات وبالدعايات وهيك، والا كانوا كبروا اكثر من كثير من هلا لو هن بس تفكيرهم مادي بحت او سياسي بحت. شكرا لك دائما ايمن عيتاني الخبير في تقنية المعلومات من دبي.